توتنهام، برينتون، الدوري الانجليزي الممتاز، البريمير ليغ. شاهدنا كيفاش وين يعني وين برينتون وين يسجل في الدقيقه في الوقت البدل الضائع، وين ليناردو وين يخادع توتنهام في الوقت البدل الضائع في هذه الجوله 33، وين كانت مباراه وين شاهدنا مباراه الشوط اول تاع فرص ضائعه، يعني وين شاهدنا وين حتى توتنهام وين قدم مباراه كبيره، قدم يعني وين كانت رغم ان الشوط الثاني وين كان متكافئ، يعني توتنهام مع برينتون كان 49%، وين شاهدنا الخلاصه 49% نسبة استحواذ لتوتنهام، برينتون 51%. شاهدنا 435 تمريرة، 405 تمريرة لتوتنهام، يعني وين أنطونيو كانتي اللي المدرب تاع توتنهام اللي دخل بخطة 3-4-3. شاهدنا كيفاش وين جورام المدرب تاع برينتون اللي دخل بخطة 3-5-2، يعني كل مدرب وكانت عنده الخطة التكتيكية تاعه، يعني وكانت مباراة شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها اللعب جميل، يعني شاهدنا هدف واحد في نهاية المباراة، ليناردو اللي سجل هدف لصالح برينتون، وين شاهدنا كيفاش انتهت المباراة رغم أن توتنهام وين ضيع أهداف لكن بدون جدوى، وين شاهدنا لوريس في الحراسة، بن دافيس، شنا سيرجيو، كريستيان، شنا إميرسون، يعني ديان، شنا إيراك، شنا رودريغو، شاهدنا كيفاش وين هاري كين، يعني وين مينسون، وين شاهدنا من جانب برينتون كذلك وين روبرت سانجيز اللي لعب دور كبير في هذه المباراة وهو الحارس، شاهدنا لويس ديانكي، يعني شاهدنا كيفاش وين طارق مارك باسكال، شاهدنا موسيس، يعني وين ماك، يعني وين نوك موريوبو، شاهدنا يافيس، شاهدنا ليناردو المسجل الهدف، يعني في هذه المباراة مباراة اللي كانت شيقة، مباراة اللي كانت في القمة، يعني وين شاهدنا كيفاش انتهت لصالح برينتون في هذه المباراة اللي كانت مباراة كبيرة. هذا هو هذه هي الجولة 33، توتنهام 0 برينتون هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليغ.